السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة فيديو تعاوني مع قناة رودي تشانل، بنوتة حلوة قوي وطيبة جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان هسيبه لكم هنا على الصورة عشان تشوفوا شكله. لو انتوا جداد على القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وما تنسوش تروحوا عند رودي تشوفوا الفيديو بتاعها اللي هي هتعمله لنا عن ازاي نرسم التاتو بالايلاينر. انا بصراحه متشوقه جدا اعرف هي عملت ايه. هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. لو انتوا جايين من عند رودي اهلا وسهلا بيكم، بحبكم جدا ونورتوا قناتي. فيديو النهارده هيكون فيديو عن بعض الخدع اللي ممكن نستخدمها في الميك اب، يعني مشاكل بتقابلنا وممكن نحلها بطريقه بسيطه. لو انتوا مهتمين تعرفوا ايه الخدعة دي كملوا لحد اخر الفيديو. اول مشكلة بتقابلنا هي مشكلة الروج اللي مش مط، لما بنيجي نحطه بنلاقيه بيبقى فيه لمعة كده. بتبقى عندنا مشكلة ازاي نقدر نخلي الروج ده يبقى مط زي الارواج اللي احنا بنجيبها ليب جلوس والحاجات اللي زي دي. عشان تقدري تغلبي على المشكلة دي عندك حل بسيط قوي، انك تستخدمي باودر. وانا عن نفسي هقول لكم عن رأيي في طريقتين معينين في استخدام الباودر. انا عن نفسي بستخدم بيبي جونسون، وكمان بستخدم الباودر اللي هي اللي موجودة في الباليت بتاعت الكونتور. خلينا نشوف دلوقتي ازاي نقدر نخلي الروج اللي مش مات يكون مات. هحطه هنا على ايدي، زي ما انتم شايفين فيه لمعة. كل المطلوب منك انك تجيبي منديل وتقسميه نصين، تاخدي النص ده وتحطيه على الروج وتطبطبي عليه لحد ما تتأكدي ان تقريبا الزيوت والحاجات اللي موجودة في الروج اختفت. وبعدين بتشيليه، بتلاقي تقريبا بقى فيه طبقة عندك في المنديل ولسه الروج موجود على ايديكي. بعدين بتاخدي ناحية تانية من المنديل تكون فاضية، وتجيبي فرشة وتجيبي الجونسون باودر وتاخدي شوية على الفرشة شوية صغيرين، وتنزلي الباقي وتحطي المنديل على الروج. وبعدين تبدأي تطبطبي بالباودر على الروج. وكده الروج هيتحول من جلوس او يعني بيلمع لروج مات. الطريقة التانية نفس الطريقة بس هتختلف شوية، ان انا مش هستخدم الجونسون باودر، وهقول لكم ليه. الجونسون باودر ما بحبهاش في الالوان الفاتحة. هستخدم تاني نفس الروج وهوريكم الدرجتين لما هستخدم الكونتور باليت. هنحط هنا تاني طبقة تحتها، شوفوا حتى اللون اختلف ازاي، تحسوا ان اللون بهت قوي واتغير. انا هستخدم الكونتور باليت من تو فيسد، وكنت كلمتكم عنها قبل كده في مشترياتي، واعتقد مشتريات شهر سبتمبر، مشتريات شهر سبتمبر وهدايا عيد ميلادي. لما هنفتح كده عشان في مراية بس لما نفتح الكونتور باليت من هنا نلاقي من هنا الهايلايتر، هايلايتنج وكونتور وكونتور، ده دارك وده ميدل، ومن هنا ده برونزر. حلو قوي. مش هكلمكم عن الباليت دلوقتي، انا بس هكلمكم عن الهايلايتر ده او الكونتور المادة.
خليني اقول لكم انه احسن حاجة تستخدميه عشان تحولي الروج لمات هو انك تستخدمي ماكس ما بين ده وما بين ده، بيديكي درجة سنة بتكون لون بشرتك بتخلي الروج يتحول لمات من غير ما يبهت. خليني اوريكم دلوقتي لما اعمل ماكسينج ما بينهم. هستخدم البروش اللي جاية معايا، بس بحافظ عليها وبسيبها في الكيس بتاعها. زي ما انتم شايفين كده البروش بتاعته ناعمة جدا. هنعمل ميكسينج ما بين الهايلايتر والميدل كونتور. بقى فيه في الفرشة هنا اهو، هننزل الزيادة بس يكون خفيف كده، وهجيب منديل تاني غير الاولاني استخدمته واحطه على الروج من غير بقى ما اضطر ان انا اعمل مرتين المنديل، يعني من غير ما اضطر ان انا اعمل الحركة دي مرتين، وطبطب على الروج بالباودر. اتأكد بس ان الفرشة فيها باودر. بصوا شايفين اللون اللي تحت؟ شايفين اللون اللي تحت ازاي منور؟ اللون اللي تحت ازاي منور ولسه زي ما هو زي الاول، واللون اللي فوق باهتين لانه محطوط عليه باودر جونسون بتاعت الاطفال. باودر جونسون انا احب استخدمها في الالوان الغامقه، يعني حاجه مثلا زي الاحمر، يعني لون احمر خالص كده ممكن استخدم في الجونسون، لان الالوان الغامقه لما بتشرب اللون الابيض ده شويه بيبقى لونها كأن اللون ما تغيرش، بس الالوان الفاتحه بتبهت قوي، بتتحول للون رمادي او بتحول للون ابيض. عشان كده ممكن تستخدموا الكونتور باليت او تستخدموا الجونسون من البيبي باودر من جونسون. وفي كمان الباودرز اللي انتوا بتستخدموها، اي لوز باودر انت بتستخدموها ممكن تكون الشفافه ممكن تكون بلون. انا عن نفسي بعمل من هنا الدرجتين زي ما قلت لكم علشان يطلعوا معايا نتيجه حلوه. خدعة رقم اتنين، وهي ازاي تخلي الروج يثبت فترة طويلة على شفايفك. الفكرة كلها في انك تستخدمي قلم تحديد يكون كويس جدا ويكون نفس لون الروج. انا هنا مثلا هوريكو الروج ده من فلور مار، لا ده من فلورال، معلش ده من فلورال رقم 37. طبعا الإضاءة اتغيرت لأن أنا كنت بصور بالنهار وبعدين البطارية فصلت الكاميرا، فاضطريت إن أنا أشحنها عشان أرجع أصور. عموما هنكمل مع بعض النصايح، ونصيحة رقم اتنين هي إزاي تخلي الروج يثبت فترة طويلة. زي ما قلت قبل كده إنه الفكرة كلها في إنك تستخدمي قلم تحديد كويس وتحطيه من نفس درجة الروج او اغمق سنة، اكيد مش هنستخدم افتح، عشان نضمن ان الروج يفضل ثابت. خليني اوريكو نتيجة الروج لو احنا استخدمناه من غير قلم تحديد ولو استخدمناه بقلم تحديد. انا هستخدم هنا روج من فلورال رقم 37، كلمتكم عنه قبل كده في مشترياتي. هستخدم قلم تحديد من ترو لابس رقمه 062، مش عارفه اذا كان باين عندكم ولا لا. anyway انا هستخدم قلم وقلم تحديد وروج، الاثنين درجتهم قريبه من بعض شويه، يعني ده مايل على الموف وده احمر ناري، فانا شايفه ان الاثنين عادي ممكن يتحطوا على بعض، وخصوصا ان ده اغمق سنه من ده فالدرجه هتثبت. انا مش هستخدمه على نفسي، هستخدمه على ايديا بس هوريكم ازاي بيثبت. عموما لما بنيجي نرسم شفايف بنختار بنحدد الشفايف، بس انا هشرح لكم ازاي بنعملها على الشفايف. الشفايف بتبقى كده، احنا بنحددها من بره، وبعدين بعد كده الحاجة بقى اللي بتثبت الروج ان احنا بنملى الشفايف كلها
كده. فبنبقى عملنا زي طبقة شمع أو طبقة تغليف للشفايف نفسها، وبعدين بنستنى تقريبا يعني أقل من دقيقة 30 ثانية القلم التحديد على الشفايف، وبعدين بعد كده بنستخدم الروج بتاعنا. اهو هنستخدمه على طول على التحديد طبعا، علشان انا بس مش عارفة اتحكم في الروج، فهحاول اشرح لكم كده. بنملى الشفايف كويس ونغطي كل قلم التحديد. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان قلم التحديد تقريبا درجته قريبة من الروج. ده روج احنا حاطين عليه قلم تحديد وده روج بس. اولا بصوا لدرجة اللون اختلفت ازاي، طبعا اللون نور اكتر بقلم التحديد وشكله بقى احسن. خليني دلوقتي اوريهولكو. اولا بس فلورال ده مات، يعني هو بعد شوية اللون بيبقى مطفي، بيبقى فيه لمعة بسيطة جدا بس شوية بيبقى مطفي. دلوقتي هوريلكو لما هحط عليه منديل كأنه بنشرب او بناكل او اي حاجة، هوريكو التأثير هنا وهنا هيبقى عامل ازاي. انا هستخدم مية ورد علشان مش عايزة ميك اب ريموفر، انا حاجة زي مية بس علشان احرك الروج او الحاجة من على الشفايف كأننا بنشرب. يعني انا مش همسح، انا بس هحطه عليهم كده من جنب واحد اهو كأننا بنشرب، بس انا بضغط عليه يعني زي الطبطبة كده ومش بمسح. لو خدتوا بالكم ان انا مش بمسح، انا بطبطب عليه بالمية الورد كأننا بنشرب حاجة. خليني اقرب لكم تشوفوا النتيجة عاملة ازاي. بصوا فوق هنا اللون لسه ثابت ازاي، لسه موجود مع ان طبعا يعني كأني شربت حاجة عادية، وتحت اللون بدأ يختفي قوي من هنا لو خدتوا بالكم، وهنا لا. طبعا انتوا زي ما شايفين انا بعدي ايدي عليه وصباعي يعني تقريبا ما فيهوش حاجة، مط وثابت القلم ده روج ده، وسبق قبل كده كلمتكم عنه. وبكده تقدري تخلي روج يثبت فترة طويلة عن العادي لو انت حطيتيه لوحده. الخدعة اللي بعد كده هي ازاي انك تنضفي الفرشة بتاعة الميك اب بتاعتك من غير ما يبقى عندك اولا الغسول بتاع الفرش، وكمان من غير ما يبقى عندك الاداة اللي احنا بننضف بيها الفرش او بلاستيك بتاع تنظيف الفرش، وكمان ازاي تنضفي البيوتي بلندر بتاعتك كويس من غير ما يبقى فيها من جوه ترسبات وفيها من جوه ميكروبات او فيها فاونديشن او فيها اي حاجة انت بتستخدميها. خليني اوريكو ازاي بننظف البيوري بلندر وازاي بنوري بننظف الفرشة مع بعض دلوقتي. وبكده الفرشة البيوتي بلندر بعد ما نضفت بقى شكلها كده. بصوا ازاي شكلها نظيف، طبعا هي لسه مبلولة،
والفرشة كمان من جوه نطفت. لو خدتوا بالكم اللون حتى الاسود، انا اخترت الفرشة السودة عشان يبان التأثير بتاع النظافة عليها عامل ازاي. و بس الخدعة اللي بعد كده، لو عندك روج مات بس لما بتيجي تستخدميه بتحسيه بيلزق، يعني بيخلي الشفايف تلزق في بعضها مش زي اي روج مات تاني فيه مادة ملينة. انا هقولك على كذا طريقة تقدري تتعاملي بيها مع الروج ده. انا نفسي ده روج كنت جبته، كان جايلي في هدية عيد ميلادي يعني في شهر سبتمبر، مشتريات شهر سبتمبر، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. هو من كلر بوب بس غالبا ما كانش اصلي، مش عارفة بصراحة، بس هو كان بيلزق. فكان عندي طبعا المفروض ان هو بيدي مات فينش، فالمفروض انه ما يبقاش بيلمع، فكان عندي كذا حل اني اقدر اتغلب عليه. اول حاجة عشان تتغلبي على الفكرة دي من الروج، عندك 3 اختيارات تقدري تستخدميهم علشان الروج ما يبقاش بيلزق كده. اول اختيار انك تستخدمي كريم مرطب قوي زي بالمرز، انا بحب ده جدا وسبق قبل كده وقلتلكوا عليه، اللي هو بالمرز كوكو باتر فورمولا اللي بالفيتامين اي. هني اقربه لكم شوية. وقبل كده قلتلكوا كمان انه النوع ده فيه منه للستريتش مارك للحوامل، يعني الستريتش ماركس اللي بتحصل، علامات التمدد اللي بتحصل للحامل بعد ما بتولد، يعني حلوة جدا وريحته تحفة. ده ممكن تاخدي منه كمية بسيطة، نقطة يعني تكاد تكون نقطة، تاخدي نقطة وتحطيها على شفايفك وتفضلي تدمجي لحد ما الشفايف تشربه، وبعدين تحطي من الروج اللي المفروض ان هو بيلزق ده. الفكرة كلها ان هو بيبقى فيه نسبة ترطيب، فبتبدأ تتغلغل مع الروج لما انتي بتحطيه، بتبدأي تدمجي الروج كمان مع الكريم، فبيتحول لروج عادي جدا زي اي روج فيه كمية مرطب او فيه فيتامين اي او فيه اي حاجة من الحاجات دي، فعمره ما هيلزق تاني. الطريقة التانية وهي انك بعد ما تحطي ده على طول، يعني تستني ثانية ثانيتين وبعدين تستخدمي كريم الترطيب بتاعك بتاع الايدين العادي، تحطي منه برضو نقطة وتبدأي تدمجيها بالراحة على الروج، بس مش رايح جاي ولا طالع ونازل، لا لا، انت تحطيه بالطبطبة كده على الروج فبرضو هيفضل مات، لانه الكريم الترطيب اللي انت تستخدميه يا ريت يكون من النوع اللي بيمتص البشرة على طول، يعني مجرد ما تحطيها يمتص البشرة، البشرة بتمتصه على طول، اللي هو الانواع الجديدة اللي من جونسون او من نيفيا، نيفيا سوفت او جونسون، البشرة بتمتصه بسرعة، فمجرد ما تحطيه على الروج، الروج هيتحول يعني هيبقى مرطب او مترطب ومش هيبقى بيلزق. تالت فكرة وهي انك تستخدمي اللونة اللي انت بتحبيها. عندك طريقتين، ان انت تحطي مثلا من طبقتين لتلاتة على شفايفك الاول قبل ما تحطي الروج، وبعدين تحطي الروج وتستني ما تدمجيهوش، يعني ما تعمليش الحركة بتاعت الشفايف دي انك تضميهم على بعض، لا، ما تدمجيش الروج ده الا بعد مثلا 2 3 سنين يثبت على شفايفك، انت بس بتحطيه كويس بالبراش بتاعته وتستني شوية لحد ما يثبت على شفايفك، وبعدين تبدأي تعملي اللي هي حركة الدمج اللي بالشفايف دي، او انك تحطيه واول بعد ما تحطيه ثواني بس يستني ان هو يثبت، تحطي طبقه واحده منه من اللونه بتاعتك اللي انت بتحبيها، وبعد ما تحطيها على طول ترجعي تطبطبي بالراحه بالفرشه وهي نظيفه تقريبا او فيها حبه صغيرين من الروج، يعني تبقي مسحاها كده كويس وتبداي تطبطبي على الروج اللي انت حطيتيه، وبكده هيديكي المات فينش برده، وبرده هيبقى مرتب الشفايف ومش هيلزقوا في بعض وكمان مش هينشف. وكمان ممكن تستخدمي نفس الطريقة دي مع اي ارواج مات لو انت حاسة ان هي بتنشف شفايفك، تحطي طبقة مرطب، وده طبعا في العادي حتى لو انت هتحطي روج عادي مش مات، تحطي طبقة مرطب وبعدين تحطي الروج المات. الخدعة اللي جاية انا بحبها جدا وبتوفر عليا حاجات كتير قوي، كتير جدا لما بيجي يحط مكياج بيقولوا لازم تحط برايمر. انا بشرتي دهنية، وخصوصا الناس اللي بشرتها دهنية، الكريم بتاع بالمرز مش هيفيدكو خالص في البشرة، يعني انا بستخدمه بس لما اعمل باديكير لايديا، اوبس، لما اعمل باديكير لايديا او لرجليا بس، بستخدمه لان هو قوي جدا في الحاجات دي،
تعملي باديكير وبعدين تحطيه وتلبسي فوقيه شرب، وهعمل لكم ان شاء الله ان شاء الله فيديو عن طريقة الباديكير والمانيكير وازاي تحافظي على نظافة ونضارة رجلك وايديكي. فالبالمرز هو قوي جدا بالنسبة للناس اللي بشرتهم جافة، فبالمرز حلو قوي ان انتوا تحطوه كبرايمر لبشرتكم. انا جربت فترة في ايام الصيف اني احط جونسون، للاسف انا بشرتي دهنية جدا، فاي مرطب هحطه على بشرتي بشرتي هتفرز دهون وعمرها ما هتمتصها. فانا لقيت ان في خدعة حلوة قوي للناس اللي بشرتهم دهنية، انهم يستخدموا ال ستامب بلوك بتاعهم كبرايمر. ازاي؟ انا عن نفسي بستخدم افان اللي هو 50 اس بي اف، هو ده ايوه كده. بستخدمه كسان بلوك، واحيانا كتير بخرج من غيره يعني بي ومن غير الفاونديشن اقصد، وكمان بخرج كتير بالبي بي كريم بس. وسبق قبل كده وعلى السناب شات لو انتم متابعيني يعني شرحت لكم ازاي ان انا بخرج بالبيبي كريم على طول، او اخلط البيبي كريم لان هو فيه 20% اس بي اف مع الفاونديشن، بس دي حاجة تانية. احنا دلوقتي مضطرين نحط برايمر ومضطرين ان احنا خارجين رايحين سهرة، بس انا رايحة سهرة مش هحتاج لسان بلوك، طب انا محتاجة برايمر. استخدمي السان بلوك كبرايمر للفاونديشن. كل اللي هتعمليه انك هتاخدي نقطة او نقطتين، يعني كمية اقل بكتير من اللي بتستخدميها لو انتي خارجة الصبح. يعني وانتي خارجة الصبح بتاخدي تقريبا لكل منطقة واحدة نقطتين، يعني للخد نقطتين، للجبهة نقطتين، للأنف نقطتين، وهكذا. فبتاخدي كمية اقل، يعني بتاخدي نقطتين تقريبا متوزعين على البشرة كلها، وبعدين بتستني لحد البشرة ما تمتصها تماما تماما. يعني حطي مثلا ده وقعدي نص ساعة، يعني حطي نص ساعة والبسي وخلصي وظبطي دنيتك وبعدين روحي اعملي الميك اب. لما هتحطي السان بلوك كبرايمر هتلاقيه ثبت، يعني برغم ان انتي بتخرجي بيه الصبح، انتي بتخرجي بيه الصبح بيبقى كذا طبقة، بيبقى طبقة كبيرة يعني او تخينة، انتي هتحطيه وهتروحي بيه هيبقى برايمر، هيثبت كل حاجة. الفاونديشن هيبقى شكله حلو، الاي شادو هتلاقيه شكله حلو جدا وناعم، حتى الباودر مش هتخطط، كل حاجة هتبقى مظبوطة. فلو انتي ما عندكيش برايمر وما عندكيش مقدرة انك تروح تشتري برايمر، بمنتهى البساطة تقدري تستخدمي السان بلوك كبرايمر. ولو ما عندكيش سان بلوك انصحك انك تجيبيه، بس لو انتي ما عندكيش سان بلوك ممكن تعملي برايمر بنفسك في البيت عن طريق انك تدمجي الكريم الخاص بتاعك او الكريم الايدين بتاعك العادي، تدمجيه مع شوية لوز باودر، او تدمجيه مع باودر من الباليت بتاعة الكونتور دي، تختاري تدمجي اللونين دول زي ما قلت، او اللونين اللي يجيبوا درجة بشرتك تدمجيهم مع بعض. بس انا حبيت انك تحطي باودر عشان يثبت الكريم، بس لو انتي بشرتك دهنية انصحك انك تجيبي برايمر او تجيبي السان بلوك بتاعك من افان او من اي مكان. اي سان بلوك تقدري تستخدميه هينفع كويس قوي ان هو يكون برايمر ليكي في كل الوقت. النصيحة اللي جاية هتعجبك جدا، وهي انتي لو انتي ما عندكيش ارواج، الوان ارواج انتي حباها ونفسك في الوان معينة سواء شمر او مات، بمنتهى البساطة تقدري تعمليها في البيت. يعني مثلا لو انتي عندك مثلا علبة اي شادو زي دي فيها الوان انتي بتحبيها، يعني مثلا اللون الروز ده انتي حباه ان هو يكون روج عندك، بمنتهى البساطة ممكن تستخدميه. وكمان في الوان تانية هنا بس دي بلاشرز، يعني مثلا وعايزة تحوليه لون يبقى زي الالوان دي، طبعا العلبة مبهدلة معلش، بس anyway يعني انت عايز تحوليه لارواج زي دي كريمي وتستخدميها كروج. بمنتهى البساطة هقولك على حيلة بسيطة جدا تقدري تستخدميها. كل اللي هتحتاجيله رش زي دي، واللي هي بتكون سفنجة، يعني اهي بتكون اسفنج كده، وهتاخدي هتاخدي الكريم او هتاخدي المرطب بتاعك وتحطي طبقة، بس طبقة كبيرة شوية، يعني تقريبا مرة او مرتين على ايديكي، سوري على شفايفك، هتحطي مرة مرتين كده، تحسي كأن شفايفك بقت متشمعة، يعني كأنها ايه اتكتمت مرة واحدة كده، بس طبعا كل ده هيخف. بعد كده هتختاري اللون اللي انت عايزاه، مثلا عاجبني قوي اللون ده
خلينا نجربه مع بعض، وهتاخدي منه كمية كويسة قوي، يعني مش قليلة، لا كويسة، بصوا كمية حلوة. وبعدين هتبدأي، مش تفاصيل كتير، تبدأي تروحي على الكريم المرطب اللي انت حطيتيه او الكلام ده، تبدأي تطبطبي كده، هتحطيه هيبقى مكتل في الاول، ترجعي تطبطبي تاني رايح جاي كده كده، زي ما انتوا شايفين الرايح جاي ده بالطبطبة بيدمج الكريم او الكريم المرطب مع اللون، فبيتحول للون قوي جدا زي ما انتوا شايفين كده. بقى اللون اللي انتوا عايزينه هو طبعا فيه طبعا اللمعة دي من اللونة او من المرطب، انما اللون طالع مطفي، لان الالوان اللي انا مختاراها الوان شوية مش شمر، هي مط، فاللون زي ما انتم شايفين طالع قوي جدا. لو اللون ده طلع بالنسبة لك قوي ومش عجب، يعني مش عاجبك، او اللون طلع عالي قوي وانت مش حباه كده، منتهى البساطة لو عندك كونسيلر ستيك كده، لو عندك كونسيلر ستيك بمنتهى البساطة، بعد ما اللون يثبت على شفايفك هتبدأي ترجعي تطبطبي عليه كده، فاللون هيفتح زي ما انتي شايفة، هتطبطبي عليه كده وبعدين ترجعي تدمجي بإيديكي او حتى بفرشة، فاللون هيفتح شوية زي ما انتوا شايفين كده، اللون هنا غير اللون هنا. ولو انتي ما عندكيش الستيك بتاعت الكونسيلر، انا نفسي جايبه ستيك الكونسيلر دي بس علشان ادمج بيها الارواج واخفف لون الروج واخليه لون تاني وهكذا. لو انتي ما عندكيش، بمنتهى البساطه قبل ما يبدا ينشف من على ايديكي، هتستخدمي الباودر اللي هي الهايلايتنج، الهايلايت باودر دي من الكونتور باودر طبعا لو انتي عندك باودر يعني، وهتبدأي تطبطبي. طبعا انا هبعد شوية علشان تشوفوا الفرق ما بين ده وما بين ده، هحطه على الطرف خالص، هتطبطبي بالراحة. طبعا هو الباودر في الاول بتبقى شكلها مغير، بس الطبطبة والدمج هو اللي بيخلي اللون يتغير. على فكرة بس انا عايزة اوريكم ان اللون انا مبمسحوش في ايديا، اللون زي ما هو موجود، فاهو، فاللون بيفتح شوية عن الدرجات دي. وبكده تقدري تعملي اي لون روج انتي حباه وتعمليه في البيت عن طريق البالت بتاعه الاي شادو بمنتهى البساطه. ما دام عندك اي شادو تقدري تعملي كل الالوان من الروج اللي انت حباها. وبكده اكون خلصت كل الخدع اللي انت ممكن تحتاجي لها او ممكن تقعي فيها في موضوع الميك اب. اخر حاجه حابه اقولها لكم، انه مش لازم علشان في حد من اليوتيوبرز او من المشاهير قالك انه في مارك حلوه جدا تروح تشتري، يعني مثلا تو فيس دي انا مش فاكره كان سعرها كام، بس في باليتات كونتور تانية ارخص واحسن واحلى. الفكره كلها ان انت تختاري اللي يريحك بسعر المناسب ليكي، يعني لو انت بترتاحي مع الباودر الكونتور الباودر خلاص دوري في اي مكان حتى لو كانت رخيصه، مش مهم، المهم ان هي حاجه بتريحك. بس برضو واحنا بنشتري مش معنى انها رخيصه ان احنا نشتريها جودتها وحشه تاذي بشرتنا او تاذي نفسنا، يعني ندفع فلوس وفي الاخر احنا نتاذي فنضطر ان احنا نروح لدكاتره ونتعالج وهكذا. لان انا عملت في نفسي كده فتره وتعالجت عند الدكتور، وللاسف يعني عانيت جدا، بس هو اداني شويه حاجات انا هنصحكم بيها ان شاء الله في فيديو جديد، واستنوه قريب. حاجات حلوه جدا لاصحاب البشره الدهنيه، وغسول بصراحة ما شفتش في حلاوته، فهقول لكم عليه بإذن الله. فلو أي حد قال لكم إنه لايم كرايم أحلى من كولر بوب، مش معنى إن كده إن أنتي مش، لا، روحي محلات واختاري وجربي وشوفي، وهتلاقي في محلات كتيرة جدا فيها تيست للمنتجات وتقدري تجربي أي حاجة. يعني أنا مثلا ناس كتير أوي بتقولي جربي مية الورد اللي مش عارفة بكام، 20 ومش حاجات غالية كده. أنا عن نفسي جايبه دي 13 جنيه من الصيدليه، ميه ورد عاديه جدا زيها زي اي ميه ورد، بتنضف البشره عادي جدا،
وزي ما قلت لكم قبل كده عملت لكم فيديو قبل كده الحل السحري للميك اب ريموفر. انا مش مضطر ان انا اروح اشتري ميك اب ريموفر لان يوتيوب والناس بتتكلم والحاجات دي، فما دام انا محتاجه ميك اب ريموفر خلاص انا هعمل لنفسي ميك اب ريموفر في البيت. والميك اب ريموفر اللي انا عملته كان مجرد زيت جوز الهند، واستخدمت منديل زي مناديل الوايبس او قطن، بس طبعا استخدمت مناديل وايبس احسن علشان كانت مريحاني اكتر، وبمسح بيها بمنتهى البساطه، الدنيا بتبقى نظيفه جدا. بس انا بشيل بيها وبعدين برجع استخدم الغسول بتاعي اللي بينظف البشره بطريقه احسن وانظف. معلش لو طولت عليكم، وانا عارفه كويس قوي انه يعني انا بحاول اوصل لكم الفكره، فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تروحوا تشوفوا قناة رودي وتقولوا لها رأيكم في الفيديو بتاعها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم، وان شاء الله تكون عملت حاجة حلوة وعجبتكم، وانا كمان هشوف الفيديو بعد ما اخلص معاكم. ما تنسوش تدوسوا تحت على السبسكرايب، وما تنسوش تعملوا لايك وتقولي رأيكم تحت، وتقولولي نفسكم تشوفوا فيديوهات ايه تانية، لان انا بحضر لكم حاجات كتيرة جدا، واتمنى انها تعجبكم. ومعلش لو انا مقصره معاكم، وبحبكم جدا جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم.